السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله we'll continue talking about the medical Arabic terms. This is the video number 14. We'll talk about some joint diseases. التهاب المفاصل, arthritis, arthritis, التهاب المفاصل, التهاب المفاصل. Rheumatoid arthritis, التهاب المفاصل الروماتويدي, التهاب المفاصل الروماتويدي. بوليميالجيا روماتيكا, ألم العضلات الروماتيزمي, ألم العضلات الروماتيزمي. جاوت, نقرس, نقرس, نقرس. سيستماتيك لوبس ريستروماتوسيس, الذئبة الحمراء, الذئبة الحمراء. Osteoporosis, هشاشة العظام, هشاشة العظام. When did you have that disease? متى أصبت بذلك المرض؟ متى أصبت بذلك المرض؟ أو متى كان لديك هذا المرض؟ متى أصبت بذلك المرض؟ This is better. The first one is better. الأول أحسن. What treatments did you receive? ما هي العلاجات التي تلقيتها؟ ما هي العلاجات التي تلقيتها؟ Or simply you can remove here and say directly, ما العلاجات التي تلقيتها؟ ما العلاجات التي تلقيتها؟ Do you have any chronic problems due to that disease? هل لديك أي مشاكل مزمنة بسبب ذلك المرض؟ هل لديك أي مشاكل مزمنة بسبب ذلك المرض؟ heart attack, نوبة قلبية, نوبة قلبية. myocardial infarction, احتشاء عضلة القلب, احتشاء عضلة القلب. pericarditis, التهاب التأمور, التهاب التأمور, التهاب التأمور أو التهاب التأمور. بعد ذلك myocarditis, التهاب عضل القلب, التهاب عضل القلب. myocarditis, التهاب عضل القلب. endocarditis, التهاب الشغاف, التهاب الشغاف. valve infection, valve infection, عدوى الصمام, عدوى الصمام. valve, صمام. infection, عدوى, عدوى الصمام. aneurysm, تمدد الأوعية الدموية, تمدد الأوعية الدموية. abdominal aortic aneurysm, تمدد الشريان الأورطي البطني, تمدد الشريان الأورطي البطني. الشريان الأورطي البطني, the abdominal aorta. aortic rupture, aortic rupture, تمزق الشريان الأورطي, تمزق الشريان الأورطي. cardiac arrest, توقف القلب, توقف القلب. cardiac arrest. bacterial infection, عدوى بكتيرية, عدوى بكتيرية, عدوى بكتيرية. viral infection, عدوى فيروسية, عدوى فيروسية. fungal infection, عدوى فطرية, عدوى فطرية. sepsis, تعفن الدم, تعفن الدم, تعفن الدم. خراج, خراج, abscess, خراج. next video we'll talk about the gastro, the gastrology, inshallah.